أول مرة كنقول الحمد لله اللي هناني من الله. ولكن علاش الحمد لله وهي مسكينة كانت مرتك ديال الحلال وكانت عايشة؟ أنت ما راه كانت مرتي والعشرة ديال مرتي، أنا 14 14 عام وهي معايا في العشرة، وأنا كنت 14 عام وأنا صابر عليها 14 عام. وأنت صابر مع وأنا صابر على الهبال ديالها، لأن أولا عندها كانت ترتارة كندخل الدار يعني والدنيا كندير لهم بعض خطر القطن كاع كنسدو من القطن وكندور في الدار. ولكن المرحومة الله يرحمها علاش ما طلقتيهاش؟ أنت تطلقها ماشي غادي أنت، هي ماتت وأنت تقول بالله فرحان. راه أول مغربي تيدير هذا التصرف. لأن يعني كان عندها اللسان أخويا، كان عندها اللسان بحال شي لفعة معايا أنا. يعني شوف شي واحد في الحياة ديالي أنه فرحان لحقاش الزوجة ديالو ماتت، هو هاد السيد اللي شفتو في الفيديو. هاد السيد راه هربني، ولكن ملي تفرجت في الفيديو نورمالمون اش كيقول لك؟ اذكروا امواجكم بالخير. حتى هو كان يعني لو كان داك السيد اللي ميت زعما ما كيسواش نذكروه بالخير، ولكن هاد السيد يتلدد في الموت ديال الزوجه ديالو. ملي تفرجت في الفيديو كامل اشارني الفضول، قال لك كانش كتعاملوا بالنقير، كتعامل معاه خايب بزاف ديال الحوايج، هو كيتشكى منهم تمارسوا عليه والله يسر، وكانت هي والام ديالها كيمارسوا عليه الضغوطات النفسيه. وحنا عارفين هذا النوع كاين مازال عايش، وعارفين بان كاينين شي عيالات الله يهديهم كيتعاملوا خايب مع الرجاله ديالهم وكيتشكرفصوا عليهم بالالفاظ الخايبه. ما عرفتش علاش، واش من قله الاداب او لا من قله التشرابي او لا ما عرفتش علاش، ولكن كاين شي سبب شي خلاها دير بحال هكا. وحنا عارفين باللي اكثر من نصف المغرب حاكمينهم عيالاتهم وكاشفين الطيور في سمياتهم. عارفين شحال من راجل كاشف سمي دارو في سميت المراه وحاكمه وكيعطيها الخلصه وتيعطيها كل شيء، وهذا الشيء واقع شي بيناتهم في الاخر. ولكن راه كاين الاولى والاخرى، الله يدير شي تاول ديال الخير اللهم.